صاحب معمل عنده مهندس شاطر ويعتمد عليه، وبيحبه له المهندس، والمهندس بيحب صاحب الشركة والمعمل. المهندس بده يتزوج من إكرام صاحب العمل له، يعني وقربه من صاحب العمل، وصاحب العمل فعلا يعتمد عليه في الإدارة وفي كثير من المسؤوليات. وقع في خاطره أنه هذا صاحب العمل عنده بنت بركي بيخطبها، فبعت أمه، هو أمه عم تدور له، قال له ماما والله صاحب الشركة عنده عم يعني وبيحبني، روحي شوفيها. الأم دقيت للنساء يعني لبيت وأخذوا موعد راحوا. لما دخلوا بقى صاحب العمل ثري جدا، هذا الشاب المهندس عادي ذكي وشاطر ودين وأديب وله مستقبل، بس بقى هلأ وضعه عادي. فأمه لهال الشاب المهندس راحت لبيت لعند زوجة صاحب العمل، هن عم يتعارفوا، قالت له والله أنا ابني. مين ابنك؟ والله أنا ابني المدير عندكم بالشركة فلان الفلاني، وبيعرفوا يعني أبوها للبنت. خير إن شاء الله انتهت الجلسة مشيت. لما إجا صاحب العمل المساء قالت له مرته، قالت له اليوم إجانا خطابين لبنتك. مين؟ قالت له المدير اللي عندك اسمه فلان الفلاني، موظف عادي. ثاني يوم بيجي على الشغل هذا صاحب العمل، بيشوف المدير بيقول له أنت مبارح باعت أمك لعنا تخطب بنتي؟ قال له إيه. قال له أنت ما بتعرف أنه لحم كتافك من خيري؟ شو بتبعت أمك لعندي؟ يعني أنت مين ونحن مين؟ كسر بخاطره هذا المهندس، شو بده يحكي يعني؟ ما تكلم شيئا. تمر الأيام، المعمل بيضعف، بتقل العمل به، الشاب هذا بيترك المعمل، بيبحث عن عمل آخر، بيشتغل، الله بيفتح عليه، بيجي مين بيشاركه، بصير الشاب هذا عنده معمل. وبعد سنوات طوال هذا الشاب المهندس اللي هلا تزوج صار عنده معمل، بيجي واحد بده يشتغل عنده. مين اللي بده يشتغل عنده؟ صاحب المعمل القديم انكسر وفلس، وهلا اجا قال له تشغلني عندك اجير. يا اخوان الله بيخوفها، ما حدا يفكر حاله انه انت بتعرف نحن بيت مين، وانتم كلكم شايفين، بس انا وانا شايف شغلات عجيبه. انا شايف يا اخوان طبيب قلبيه بيموت بمرض القلب، مات. طبيب تغذيه بيطلع معه 3 جلطات قلبيه. ابن شيخ بيسرق، نسأل الله السلامه.